مرحبا شباب، يعطيكم العافية. كم نايت في لعبة دسين اليوم راح أتكلم عن الكوفاسف والإكزوتيك شون نيبة وخطواتك الآتي. أول شغلة، للأسف الشديد أنا ما سجلت الصناديق اللي هي الذهبية، راح تلاقون إن شاء الله تحت في الديسكريبشن موجود اليوتيوبر اللي احنا نعرفه، راح تلاقون خطوات الجستات من وين راح تلقونها، راح تلقونها تحت في الديسكريبشن. وفي تسجيلات طبعا أنا سويتها على الترافلة اللي هي الكرة، طبعا مالت الترافلة اللي هي البيضة نفس النود صايرة. وفي عندكم اللي هو الشست الأخير شون نجيب المفاتيح، طبعا اللي هو اللي عليه الكود عشان تيب تخليه الليجندري من الأبيض للليجندري. الخطوة الأولى كالآتي، تحت ديسكريبشن راح تلاقون اللينك مال التسع صناديق الذهبية، وبعد ما تخلص من الخطوة هذه تروح الخطوة اللي وراها اللي هي طبعا الترافلر. من وين راح تجيبها راح تشوفون قدامكم الحين بالملي الموضوع هذا. وبعدين راح نروح بعد ما نخلص من هذا راح تروحون في ميشنات ملوت الألون ذا دارك اللي انتم مسوينها من بعد القصة بعد ما خلصتها، في اللي هي السايد ميشنز هذي راح تكون السايد كوست هذي يكون بطرف اللي هما مرات الاكتيفيتيات الخاصة حق مسميات معروفة لهم. في كل واحدة منهم هم الستة هذيلي لهم هم المفاتيح لازم تجيبهم انت وتحصلهم. راح تلاقون كل شيء موجود قدامكم الحين راح تشوفون، ونراكم ان شاء الله في نهاية الفيديو نقول لكم احدى التفاصيل شنو اللي احنا راح نسوي وراها.
بعد ما أخواننا ناخذ الصناديق كلها وناخذ الترافلر وناخذ المفاتيح المخفية في الالون ذا دارك المشينات هذيل كلهم, يبتيح لك الحين انك تروح الحين الى ذا باس فاست ترافل وتروح تبطل التشست اللي هو اللي يعطيك الجندري حق المفتاح. وبعد ما نخلص من هذا الموضوع هذا نروح ننتقل الى الاوفر ثرو على اساس نخلص الويفات كلها, نوصل لاخر ويف نخلص البوس الاخير تذبحه يطيح لك من عنده عملة الاكزوتيك على اساس انك تروح تفتح التشست. اخر شيء موجود في المكان السبيكر اللي هو في الترافلر في البداية. وهني وصلنا لنهاية الفيديو, يعطيكم العافية اخواننا ونراكم على خير ان شاء الله في مقطع ثاني جديد ان شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.